السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي طفل وأبي أعالجه بالتشيك، وأبي أسأل عن الفيزا، كم يبغالها؟ بدون فيزا. ممكن تعطيني فكرة على المركز اللي بيعالجونه فيه هناك؟ يعتبر أكبر مركز علاج الطبيعي والتأهيل، فيه أكثر من 100 أخصائي وأكثر من 19 قسم للعلاج. كم تكلفة العلاج هناك؟ 3 شهور راح تكلفك 30,000 ريال تقريبا. 30,000؟ يتعالج بشكل يومي؟ نعم يوم. كل هذا بالتشيك؟ كل هذا المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي بالرياض. هنا بالرياض؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. أرحب فيكم في هالحلقة الجديدة من حلقات برنامجنا رحلة شفاء، البرنامج اللي كان بمثابة المنبر لذوي الإرادة، عليه أو من خلاله قالوا كلمتهم الأخيرة واللي تكللت بالنصر على المرض وعلى الإعاقة كذلك، عشان يضربوا مثال كبير على المثابرة والإيمان بأن الشفاء على مرمى أمل بعد إرادة الله طبعا، ليكتبوا من بعد الشفاء حكاياتهم واللي كانت تحمل في طياتها رسائل دليل على تحقيق الأمنيات والانتصار على الإصابة أو المرض، وعشان نكون عليهم في المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي شاهدين على تفاصيل رحلتهم نحو الشفاء، كيف تجاوزوا حدود اليأس ورفع مستوى رغباتهم من خلال إصرارهم في ربح المعركة ضد الإصابة أو المرض عشان يعيشوا مجد المنتصر، كحال بطل حكايتنا هذه وفارس الرحلة اللي امتطى صهوات التحدي وكان يتحلى بالصبر على ما أصابه جراء الحادث المروري اللي أدخلوا طبعا محيط الإعاقة. أعزائي، قبل أن نبدأ في تفاصيل ما أصاب ناصر ومعرفة آثار هذا الحادث المروري، خلونا نتابع معاكم هذا الاستطلاع. حادث مروري ممكن تؤدي إلى إعاقة، ممكن تؤدي إلى شلل، ممكن تؤدي إلى كسور، يعني أي كسر في العمود الفقري ممكن يؤدي إلى شلل والعياذ بالله، يفضل الإنسان مقعد معظم الوقت، يعني نسأل الله العافية. أولاً ألتزم السير المتوسط السرعة، يعني ما أمشيش في السريع خالص، ماشي؟ أنا بالنسبة لي يعني بشكل عام إنك أنت ما تسرعش، حاول بقدر المستطاع تكون سرعتك متوسطة. تاني حاجة التركيز في السواقة، مش لا تتكلم في جوال ولا تتكلم مع حد جنبك ولا بتركز في حاجه تانية غير السواق، او ما تكونش نايم كويس، ممكن لا سمح الله تروح يعني تنام وانت سايق كده. يعني في اسباب كتير، يعني طبعا السبب الرئيسي عدم ربط الحزام. اسباب اخرى يعني نوع الحادثه، ممكن حادثه العربيه اتقلبت سياره، يعني حادثه تكون يعني، وعلى فكره ممكن مش شرط يكون الشخص المصاب بالحادث هو السبب، ممكن يكون في حاله ويجي حد هو اللي يزيار. التقيد بالسرعة، هذه طبعا كانت هي المسبب الرئيسي للحوادث، التقيد الرئيسي طبعا بالسرعة، التزام فيها، هذه خفف إن شاء الله من الحوادث، بالإضافة لتقيد باتباع أدوات شغلات السلامة الأساسية، من ضمنها ربط حزام أو الكرسي المقعد حق السيارة، تلافي إصابات لا قدر الله في حال حادث. والله نسبة عالية هي السبب الرئيسي طبعا فيها عدم التقيد بالسلامة، ربط حزام المرور أو ربط حزام السلامة، هذا المسبب الرئيسي. يعني أنا أنصح الشباب تهدئة السرعة، يعني كل مطرود على قولتهم ملحوق، فتسبب موت، تسبب إعاقة، تسبب أمراض، يعني نسأل الله السلامة منها إن شاء الله. شلل، ممكن أطراف، في ناس يعرفهم الله جاهم قطع في الأطراف، فالواحد يعني يخاف على نفسه قدام المستقبل وكل مطرود ملحوق. أكيد يعني بالالتزام بالقواعد المرورية والأنظمة المرورية، ربط حزام الأمان، عدم العجلة، الهدوء وانت رايح للمكان اللي تبيه، مصيرك راح توصل. والله ما أعرف معدات، لكن سمعت أن أكثر الحوادث المرورية موجودة في السعودية، أعلى نسبة، فالله يعين يا رب العالمين.
يعني الحادث المروري أكيد له نسبة تأثير على العمود الفقري، لأن بعض الأحيان تصير حادث يخرج الإنسان من القزازة الأمامية، تصدم في شيء، تأثير على العمود الفقري. تقيد بالقوانين الدولة أو نظام السير بالبلد، وضع الحزام دائما الأمان، الانتباه شمالنا يميننا عند المخارج عند المداخل، تخفيف السرعة، التزام بالسرعة، يعني التزام بكافة القوانين البلد انت عايش فيها. يعني بتصور حسب آخر إحصاء يمكن ما أعرف تقريبا حوادث تعدت 30% بالمبلغ، يعني إن كان حوادث خفيفة أو حوادث فيها إصابات شلل موت نسبة عالية جدا، وهي السبب وعدم تقيد بوضع الحزام، لأنه الإنسان بيكون بوضعية جلوس وأي حادث بيؤدي إلى العمود الفقري مباشرة، يعني بتصور نسبة عالية. يعني هذا رأيي، ما بعرف إذا في رأي طبي تاني أو شيء تاني. أولا الاتكال على الله قبل كل شيء، يعني لا نتكل أمرنا إلى حزام أمان، اتكال على الله قبل كل شيء، ثم أخذ بالمسببات اللي هو حزام الأمان وعدم التهور، عدم قطع الإشارات المرورية، يعني هذا من باب الحرص اولا واخيرا، ان الواحد لازم يكون اخذ بالاسباب اللي تقيما من الحوادث المروريه. ما عندي اي معلومه كامله عنهم، ولكن اعتقد انها بعد نسبه يعني لا يستهان بها. والله الحوادث المروريه مشكله، يعني الحوادث المروريه ممكن تسبب وفاه، ممكن تسبب شلل، ممكن تسبب اعاقه جزئيه، ممكن مشاكل كثيرة. والله زي ما ذكرت لك، ممكن تكون إعاقة شلل رباعي، ممكن يكون شلل جزئي، ممكن يكون فقدان عضو من الأعضاء، بتر ساق، بتر، ممكن يسبب أي مشكلة في أو تلف في جهاز من أجهزة الجسم. والله اتباع السلامة دائما، السلامة وأنظمة السلامة واشتراطات السلامة، سواء اشتراطات السلامة في المركبة أو في الطريق أو السرعة أو حتى الشخص قائد السيارة، المفروض أنه لما يقود السيارة لازم يكون في وضع صحي، ما يكون بعض الناس يقود السيارة ومرهق أو يكون نعسان أو يكون، والله لا يحضرني، ولكن أتوقع أنه بالنسبة، لأن نسبة الحوادث في المملكة عالية جدا، فأتوقع نسبة الإعاقات برضو حتكون، يعني هي نسبة وتناسب، حتكون برضو عالية. وأسأل الله عز وجل أنه يصلح الحال، وإن شاء الله أن يكفينا شر الحوادث، لأنه المشكلة الآن الحادث ممكن ما تكون أنت جزء من، ممكن ما تكون متسبب، ممكن تكون الحادث يكون من طرف آخر. لذلك يعني يقال أنه السلامة المرورية أنت كيف تتجنب أخطاء الآخرين. حسب ما لدي من معلومات أنه إصابات العمود الفقري نتيجة الإسعاف، أنه يكون يجي أحد الأشخاص يسعف مصاب بطريقة غير صحيحة ويكون عنده كسر في العمود الفقري، فبالتالي لما يتحرك الشخص بطريقة خطأ يسبب انقطاع أو تلف الحبل الشوكي، وبالتالي تصير في إعاقة شلل أو السرعة. الوفاة، الإصابات الخطيرة، الإصابات الحرجة، الأسباب ممكن شلل كامل، ممكن شلل نصفي، ممكن يعني أسباب أخرى. يعني مو بلازم إنك تسرع مثلاً أو تمشي بمهل، أو يعني إنك تنتبه للطريق زين كويس. شوف، هي الإصابات ترى كسر في العمود الفقري، يعني أشياء خطيرة مثلاً لا سمح الله، يعني ممكن تؤدي أكثر شيء للوفاة. طبعا عواقبها كبيرة الحوادث المرورية، طبعا ممكن تسبب شلل، ممكن تسبب إعاقة، ممكن تسبب إلى موت. والله الإعاقة طبعا ما تقدر تحددها وش الأنواع على فكرة، بس إن الإعاقة يعني في أي مكان ممكن تكون في الجسم بسبب السرعة وسبب الحوادث المرورية. ممكن نتلافى، أول شيء اتباع قواعد المرورية، ثاني شيء ربط الحزام الأمان، هذا يعني في الدرجة الأولى على فكرة، يعني ممكن يحمي إلى 80-90% حزام الأمان عن الحوادث، أو عدم السرعة. والله نسبة كبيرة عندنا المعدلات الإعاقين، المستشفيات مليانة سبب السرعة والتفحيط. يعني السرعة الزائدة ممكن نتفاداها عدم السرعة الزائدة والقيادة بحسب أنظمة المرور، وأكيد قبل كل شيء ربط حزام الأمان، انتباه في الطريق، وعدم الانشغال بالجوال،
وتعادل صغر السن عن السائق. نسأل الله السلامة لنا ولمتابعينا ولشباب هذا الوطن من الحوادث المرورية وتبعاتها، واللي زي ما شفنا أو تابعنا في التقرير السابق تؤدي إلى نتيجتين لا ثالث لهم، الموت أو الإعاقة. حديثنا اليوم في هذه الحلقة يتمحور حول الإعاقة اللي تسببها الحوادث المرورية، واللي تختلف درجات خطورتها وتتفاوت درجات نتائجها غالبا، لكن للأسف تبقى النتيجة الغالبة في وجود إصابة أدخلت حاملها محيط الإعاقة جراء الحوادث المرورية، واللي أظهرت دراسات وتقارير مختلفة ارتفاع سنوي واضح في معدلاتها. ففي عام 2012 على سبيل المثال ارتفع عدد الحوادث إلى نحو 589 حادث مروري، بما يعادل 1614 حادث يومي و67 حادث في كل ساعة، بنسبة ارتفاع بلغت 8% عن عام 2011 و22% عن عام 2009، وتبلغ نسبة الوفيات على الطرقات الخارجية 60%، رقم أو نسبة مهولة بل مخيفة جدا، جعلت من الحوادث المرورية شبح يهدد أبناء هذا الوطن، مخلفة وراءها نسب عالية من الإصابات اللي كانت سبب رئيسي في الإعاقة، واللي كانت إحدى حالات هذه الحلقة واحدة منها، حادث مروري ألقى بتبعاته وآثاره المؤلمة على بطل روايتنا في هذه الحلقة، واللي نتج عنه كسور تبعتها تشنجات وضمور في العضلات أدت إلى إقعاد ناصر النمران عشان يكون واحد من الناس اللي تسبب الحادث الرئيسي والوحيد لوجود ناصر بين جنبات المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي، اللي ما أن تواجد ناصر فيه حتى لاحت بوادر العلاج في الأفق، ليمضي ناصر بعزيمة وإصرار نحو بريق الشفاء بصبر وإرادة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نتابع من بعده رحلة الشفاء بكامل تفاصيلها، ابقوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي طفل وأبي أعالجه بالتشيك، وأبي أسأل عن الفيزا، كم يبغالها؟ بدون فيزا. ممكن تعطيني فكرة على المركز اللي بيعالجونه فيه هناك؟ يعتبر أكبر مركز علاج الطبيعي والتأهيل، فيه أكثر من 100 أخصائي وأكثر من 19 قسم للعلاج. كم تكلفة العلاج هناك؟ 3 شهور راح تكلفك 30,000 ريال تقريبا. 30,000؟ يتعالج بشكل يومي؟ نعم يوم. كل هذا بالتشيك؟ كل هذا المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي بالرياض. هنا بالرياض؟ اسمي ناصر عبد الله النمران. اي صار معي حادث وعد توازن عندي، يعني ما توازن عندي ماشي خربان، وسويت العملية ما مشيت إلا بعد العملية بشهر كذا، جاء فيها كسر مدري زي كذا، عاد حط صياخ خارجية. الاسم ناصر سعود النمران، عم الشاب ناصر عبد الله النمران. طبعا الحادث حقهم صار في القوعية عندنا هناك، انقلاب سيارة، هو ولد اختي، طبعا ولد اختي هو السواق وهذا اللي كان راكب معه، ودوهم قالوهم للمستشفى في القوعية، وبعدها طبعا بعد الفحوصات الأولية طلع عنده فيه فقرة من فقرات العمود الفقري متحركة من محلها، وعنده كسر في يده اليمين. طبعا سوى العملية، بعد العملية خذلها تقريبا حدود الشهر في المستشفى، وبعدها طلع، بس الإشكالية بعد ما طلع من المستشفى صار عنده ضعف في العضلات، واللي هو طبعا في الحوض سبب الشيء هذا عدم التوازن في المشي، لما يمشي تكون عنده يعني زي الحذفة ما في توازن مضبوط عنده، فطبعا حاولنا ان نعالجه في القوعية، بس تعرف امكانياتهم على اساس علاج طبيعي ما عندهم امكانيات
الموجودة في المركز التشيكي. فقررنا أن نجي طبعا المركز التشيكي. طبعا المركز التشيكي كان في ولد اختي جاء قبل ما يجي ولد اخوي تقريبا حدود 3 أسابيع. وبناء على الشيء هذا بعد ما شفنا فيه تحسن عند ولد اختي جبنا ولد اخوي، والحمد لله دحين هذا الحمد لله ثاني شهر والحمد لله اموره طيبه وزينه يعني، ففيه تحسن واجد يعني احسن من اول. والله الحمد لله هذا قضاء الله وقدر يعني، سواء يعني مهما كان لابد الواحد يكون يعني راضي بالقضاء والقدر يعني، والحمد لله يعني الحمد لله على على كل حال انا صارت يعني كذا يعني. هو الاشكاليه وش الاشكاليه، انا يعني حسب تصوري انه بالمستشفى نفس المستشفى هي السبب الرئيسي في انه صارت عنده العضلات ضعيفه. فطبعا ما حد سوى له علاج طبيعي، المفروض انه يسوي له علاج طبيعي على اساس يكون العضلات عنده بعد العمليه، فهذا يمكن واحد من الاسباب. فبعدها يعني اخذنا شهر كذا شفنا يعني انه هو صار يمشي الحمد لله وكل شيء، بس انه المشي صار فيه زي ما قلت لك اللي هو عدم التوازن في المشي يعني، فصار يعني يحتاج يعني لازم حتى الوقفة ما صارت مضبوطة. فبناء على الشيء هذا احنا جبناه للمركز التشيكي. حادث مروري إذن نتج عنه إصابة في العمود الفقري وكسر في أحد الأطراف وتأثر الحوض، كان سبب لإعاقة ناصر، وتفاقمت الإعاقة مع مرور الوقت وسببت ضمور في العضلات ومضاعفات أخرى، الأمر اللي أدى إلى ارتفاع نسبة صعوبة علاج حالة ناصر، مما حدا بالفريق المعالج في المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي إلى وضع خطة علاجية متكاملة بعد تشخيص الحالة طبعا بدقة من قبل أخصائي المركز، والوصول إلى بوادر تشير إلى إمكانية شفاء حالته حال خضوعها لبرنامج تأهيلي علاجي تحت إشراف طاقم طبي متخصص، ليتابع لاحقا تفاصيل حالة ناصر منذ وصولها وحتى بدء ظهور علامات التحسن واضحة وجلية عليه. عن تفاصيل برنامج العلاج ومراحله الخاصة بحالتنا في هالحلقة نترككم متابعينا مع الفريق الطبي في المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي، واللي قدم الدعم النفسي والطبي لحالة حلقتنا من يوم وصولها أبواب المركز، وعن تفاصيل العلاج وكيفيته والأجهزة المستخدمة كذلك ونتابع معاكم أخصائي المركز التشيكي. Hello, my name is Nicola Mihai. I'm responsible for the ergotherapy department. Here in ergotherapy department we have patients. مرحبا بكم، انا مسؤول قسم العلاج الوظيفي، ونستخدم هنا في قسم العلاج الوظيفي العديد من الادوات لتحسين مدى الحركه للمريض، وبشكل اساسي نقوم بزياده وتحسين مدى حركه الاذرع، كما نستخدم ادوات اخرى لزياده مدى حركه الارجل، ومن بين الادوات التي نستخدمها هنا الكرات وانواع اخرى مختلفه من المكعبات وبعض الأشكال الدائرية والأربطة وأنواع مختلفة من الأشرطة والعديد من الأدوات الأخرى التي تساعد في تحسين حالة المريض بشكل كامل لتحسين طريقة تناول الأشياء واستخدامها بشكل أفضل. سأتحدث اليوم عن السيد ناصر، المريض الذي قد أصيب في حادث مروري أدى إلى حدوث كسر في معصم اليد، وكذلك إصابة في الحبل الشوكي أدى ذلك إلى حدوث خلل في الاتزان. وفيما يخص إصابة الحبل الشوكي فإنه لم تكن هناك حركة في جزء الجسم أسفل منطقة الإصابة، ونستخدم هنا جميع الأدوات التي تساعدنا على تحسين الاتزان للسيد ناصر، وقد حقق تحسنا كبيرا فهو يستطيع الجلوس بشكل أفضل على الكرسي، كما حدث تحسن كبير في الجزء العلوي من جذع الجسم. Hello, my name is Raresh. I'm working in Czech Rehabilitation Center in Physiotherapy Individual Department. أنا أعمل في المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي في قسم العلاج الطبيعي الفردي. سأتحدث اليوم عن السيد ناصر، والذي أصيب في حادث مروري أدى إلى حدوث كسر في معصم اليد، كما أدى إلى حدوث كسر في الفقرة الثانية عشرة الصدرية مع إجراء عملية تثبيت داخلي لها. جاء إلى مركزنا مع شكوى بوجود ضعف عام في الجسم،
وكان يشتكي بشكل خاص من عدم القدرة على المشي لأكثر من 10 إلى 15 دقيقة. وقتها لم يكن يستطيع أن يمشي مسافة أكثر من 50 إلى 60 مترا، لكنه الآن وبعد الخضوع للعلاج المطبق في مركزنا بدأ يتحسن الاتزان لديه، كما زادت قوة عضلاته، كما تحسنت نوعية ونمط حياته بشكل كبير. لذا فإن المريض راض تماما عن المركز، وهو سعيد باختياره المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي. With the center and is happy that he chose the Czech Rehabilitation Center. Right now we are in the gym where we work with patients to improve their muscle power. نحن الآن في قسم الصالات الرياضية ونعمل في هذا القسم على زيادة قوة عضلات المريض. وسأتحدث اليوم عن السيد ناصر الذي حضر إلى مركزنا هنا عندما كان عمره 17 سنة. أصيب وقتها في حادث مروري، حيث كان يعاني من مشاكل في المشي ومشاكل في الاتزان، وكانت أرجله ضعيفة. لذا قمنا بزيادة قوة عضلاته، كما قمنا بتحسين الاتزان لديه باستخدام الكرات، واستخدمنا أدوات أخرى لكي نقوم بمساعدته. لقد استفاد من تلك الأدوات منذ البداية. لم تكن حالته النفسية آنذاك على ما يرام، لقد قمنا بتشجيعه لكي يبذل قصارى جهده، وهو الآن في حالة جيدة، فهو يستطيع أن يمشي دون مساعدة من الآخرين لمدة تتجاوز 50 دقيقة، كما يستطيع صعود الدرج. إن معدل تحسنه جيد جدا، وأعتقد أنه سوف يصبح أفضل من ذلك مستقبلا، وسوف يعتمد على نفسه وبدون أي مساعدات لعمل أنشطة حياته اليومية. His daily living will be independent. He won't need any help. قهرا للإعاقة ودعما لإخوتنا من ذوي الإعاقة، كانت الفكرة ابتكار أجهزة وأدوات تسهل على ذوي الإعاقة ممارسة تفاصيل حياتهم بسلاسة ويسر. شركة سما، واللي تفهمت حاجات ومتطلبات ذوي الإعاقة، لم تدخر جهدا في توفير مجموعة منوعة من الأدوات والأجهزة اللي تلبي لذوي الإعاقة رغباتهم بطريقة ابتكارية متجددة. وقفة قصيرة نتعرف من خلالها على هذه الأجهزة. أهلا بكم، أود أن أقدم لكم اليوم اللوحة المتنقل. عادة ما نستخدمه لنقل المريض من السرير إلى الكرسي، والعكس أيضا، من الكرسي إلى السرير. وسوف نعرض لكم اليوم مع زميلي كيف نقوم بذلك. بداية نقوم بوضع أحد أطراف اللوح على السرير والطرف الآخر على الكرسي، ونتأكد بأنه مثبت جيدا. ثم نطلب من المريض أن يتحرك ببطء بدفع يديه للانتقال على اللوح، ثم الانتقال من السرير إلى الكرسي. وبمجرد أن يكون المريض على الكرسي، نطلب منه أن يرفع جسمه قليلا، ثم نحرك اللوح بعيدا. والآن سنقوم بنفس الشيء، ولكن بالعكس، من الكرسي إلى السرير. نطلب من المريض أن يدفع بنفسه محاولا التنقل بنفسه، ويجب علينا أن نراقب حركة المريض طيلة الوقت. شكرا لكم. أهلا بكم، أود أن أقدم لكم اليوم طاولة السرير القابلة للطي والتعديل، والتي يمكن استخدامها لأغراض متعددة مثل الكتابة والرسم، ويمكن كذلك استخدامها للقراءة، كما يمكن استخدامها في هذه الوضعية عند تناول الطعام أو الشراب. ويمكن وضع جهاز التحكم عن بعد هنا، وكذلك يمكن وضع أجهزة أخرى مثل الهاتف المتنقل أو سماعات الأذن. Good afternoon. مساء الخير، اسمي رازفان، أود أن أقدم هذا السلم الخاص، ولدينا هنا وضعيتين مختلفتين لمصاب الشلل النصفي السفلي والشلل النصفي الجانبي. الوضع الأول لمصاب الشلل النصفي السفلي، من أجل رفع الجسم يجب أن أضع يدي هنا والأخرى هناك، ثم أقوم بسحب الجسم بقوة، عندئذ أستطيع الجلوس. هذا بالنسبة للمريض الذي لا يمتلك القدرة الكافية للجلوس بنفسه. فيما يخص حالة الشلل النصفي الجانبي، يجب عليك القيام بذلك مستخدما يدا واحدة، ويجب أن تمتلك القوة لذلك. هذا يساعدك بشكل أساسي على النهوض والاستلقاء. متابعينا، يا هلا وسهلا فيكم من جديد. إصابات بالغة ونتائج وخيمة، وإعاقات قد يصعب علاجها،
كانت الحوادث المرورية سبب مباشر ورئيسي لها، وعشان نتلافى هالإصابات وجب علينا الالتزام بالأنظمة المرورية وسبل السلامة، كلها أسباب قد تقي الجميع بإذن الله أخطار وآفات الحوادث، وكل هذا لا يمكن أن يتوفر إلا برفع درجات الوعي والتثقيف المروري بالأنظمة والتعليمات وتعزيز ثقافة الالتزام حفاظاً على الأرواح والممتلكات. من خلال هالحلقة دعوة حب وود نوجهها لكافة متابعينا بالتقيد بالأنظمة المرورية وتجنب السرعة أو الانشغال بالجوال أثناء القيادة حفاظاً على الأرواح طبعاً، في لحظة واحدة كفيلة بتدمير حياة كاملة. أعزائي المشاهدين، في ختام رحلتنا هذه واللي كتبت تفاصيلها في محيط المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي، أترككم مع هذا التقرير عن حالتنا في هذه الحلقة، واللي بإصرارها وعزيمتها وإيمانها بقضاء الله وقدره هزمت إعاقتها. أستودعكم الله. التمارين حقت العلاج الطبيعي هو اللي يقعمني، فهمت؟ ولا أنا ما قعمني جلست، لكن هو اللي يضغط علي. كهرباء، لمفاوي، نسبح، مغاطس، كهربائي، صالة رياضية. شو يعني أقول إن استفدت في المركز هذا كثير. الأخصائية اللي هنا ممتازين صراحة. في ولد أختي قبل ما نجي ولد أخوي، يعني اثنين كلهم صار عليهم الحادث في نفس الوقت يعني. فولد أختي جاء قبل، فاحنا شفنا النتائج جبناها يعني. فالحمد لله يعني الحين احنا ثاني شهر تقريبا لنا، والحمد لله يعني الامور طيبه يعني، النفسيه ممتازه يعني، شافوا يعني شيء في تقدم. ولدهم لما يعني تعرف يعني هو جالس هنا في الرياض واهله في القوعيه يعني مسافه تقريبا حدود 200 كيلومتر، فطبعا شافوا انه او لاحظوا ان فيه تحسن في المشي، تحسن في الوقفه يعني. الحمد لله يعني، لا الحمد لله اموره طيبه ان شاء الله. لا اموره طيبه ان شاء الله يعني، يروح يجي يسوق الحين، بس على ما قال حسب يعني التوصيات حقت المركز التشيكي انه اذا مثلا بعد ما ينتهي علاجه لابد انه يتابع مثلا نفس التمارين اللي كانت تعطى له في العلاج الطبيعي، لابد انه يطبقها في البيت. هذه من الاشياء المهمه على اساس انه يكون فيه استمراريه في التمارين، على اساس انه ما ينقطع عن التمارين، لازم يسوي تمارين على اساس يصير احسن، لان هذه كلها توصيات الدكتور الموجود هنا، توصيات حق العلاج الطبيعي، انه لازم بعد ما يخلص العلاج حقه انه يسوي الاشياء هذه على اساس انه يستمر ان شاء الله ويتحسن. هو الاصابه في العمود الفقري فهذا هي اللي سبب اللي خلاه يعني، وهذا اللي خلاه يعني تعرف العضلات، صارت العضلات كلها عنده تعبانه، ما يعني فيها ضعف في العضلات حقته والعضلات حقت الحوض، فهذا هو اللي خلى السبب اللي هو عدم التوازن عنده، البالانس على ما قالوا. فالحمد لله يعني ان شاء الله الحين انه في تحسن احسن يعني. والله شوف بالنسبه لامكانيات المركز، يمكن انا تكون شهادتي فيه مجروحه، لاني انا يعني جبت ولد اختي قبل هنا، والحين ولد اخوي، والحين في واحد يعني ولد عمي توني جايبه يعني هاليومين دي، بيبدا ان شاء الله الاسبوع الجاي بيبدا العلاج، برضه كان فيه عنده جلطه جايته، وان شاء الله الامور طيبه يعني. فيعني انا بالنسبه لي بالعكس يعني، ما اعتقد انه فيه مركز علاج طبيعي في المملكه زي المركز التشيكي يعني، كامكانيات وك يعني على ما قالوا اللي هو المعدات الموجوده والامكانيات بالنسبه للفنيين والاخصائيين، كلهم على مستوى عالي من الجوده صار، ممتازين جدا يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي طفل وأبي أعالجه بالتشيك، وأبي أسأل عن الفيزا، كم يبغالها؟ بدون فيزا. ممكن تعطيني فكرة على المركز اللي بيعالجونه فيه هناك؟ يعتبر أكبر مركز علاج الطبيعي والتأهيل، فيه أكثر من 100 أخصائي وأكثر من 19 قسم للعلاج. كم تكلفة العلاج هناك؟ 3 شهور راح تكلفك 30,000 ريال تقريبا. 30,000؟ يتعالج بشكل يومي؟ نعم يوم. كل هذا بالتشيك؟ كل هذا المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي بالرياض. هنا بالرياض؟